صديقي العزيز الكاتب الأستاذ ماجد حبوتة يعني كتب مقال مطول لسه لم ينشر بعد، يعني لظروف مش هنقدر نقول لحضراتكم عليها. كتب مقال حقق في الموضوعين دول. الموضوع الأولاني اللي هو فكرة الميراث، هل أسرة عمر خورشيد النهاردة طالعه تتكلم وتتهم صفوت شريف بالحكاية دي عشان حق أخوهم ولا في أهداف أخرى؟ خلينا نستمع من الكاتب الصحفي الأستاذ ماجد حبوت. يا أستاذ ماجد أهلا بيك ومساء الخير على السادة المشاهدين كلهم. طيب ده يعني ده أول مقال هيبقى مقال على الهوا، يعني بيتكتب على الهوا. قول لي بقى، قول لي الأول بس مسألة اتهام صفوت شريف الله يرحمه بأي مسؤولية عن أو الكلام العبثي اللي بيتقال من كام يوم ده. يعني أعتقد إنه حضرتك في النت امبارح بشكل منطقي وبشكل سلس وبمنتهى البساطة. يعني هذا الرجل كان بيشتغل وقت ما مات عمر خورشيد رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون. فمش هنسأل السؤال البديهي أو السؤال المنطقي بتاع هو ليه هيعوز يقتله أو هيعوز أو يعني يخطط لقتله وينفذ المسألة. بالضبط. مفيش مبرر ولا داعي. لا السؤال ازاي؟ يعني دلوقتي أي مسؤول في الدولة أيا كان، أي موظف أيا كان، لنفترض يا سيدي مثلا إنه طقت في دماغه إنه يعمل ده، هينفذه ازاي إن شاء الله؟ ايه السلطات او ايه الصلاحيات اللي بيملكها صلاحياته على الاجهزه الامنيه ان هي تعمل ده؟ ده برضو اذا مشينا ورا الكذاب بالظبط الخرابه اللي هو بيتكلم منها. وافترضنا انه في اجهزه في الدوله بتقوم بهذا النوع من العمليات. وده طبعا يعني مش عايز اقول لك مستبعد، ده هو المستحيل بعينه. مضاف لذلك بقى الاهم من ده كله، يعني احنا المفروض نجيب الموضوع من اخره او من نهايته. يعني اتفضل. من الحاجات اللي بتؤسف في تناول هذا النوع من الموضوعات انه للاسف الزملاء مش بيشوفوا شغلهم كويس. يعني اللي تكون بدايه الكلام عن هذا الموضوع بدايه مهنيه. يعني هو يفترض الف ب الشغلانه هو انك توصف الامور صح. يعني دايما لما بتيجي سيره وفاه عمر خورشيد بيتقال انه القضيه قيده ضد مجهول. لا ما فيش الكلام الفارغ ده خالص. يعني هو استمر التحقيق في القضيه اخرها، طبعا قلت انه الوفاه حصلت في 29 مايو 81. ظلت تحقيقات النيابه في هذه القضيه شغاله لحد 4 ديسمبر 81. يعني حوالي 6 شهور. بالظبط تقريبا. اكتر من 6 شهور من اكتر من 6 شهور. تمام. واشرف عليها المستشار علي عبد الشكور المحامي العام بالجيزه، وانتهت الوقائع او انتهت التحقيقات لان الوقائع كلها تنطق باسناد الخطا الى المتوفى. ده تحقيقات النيابه. ده النتيجه بتاعت تحقيقات النيابه. تحقيقات النيابه بعد كل حاجه انتهت الى ان الوقائع كلها تنطق باسناد الخطا الى المتوفى. وكانت مستنده الى ان عمر خورشيد هو الذي كان يقوم بمطارده السياره، مش السياره اللي بتطارده. الله اعلم بقى، ما نعرفش. لا ده في تحقيقات النيابه. ما احنا يعني ما معلومه بمعلومه. ما انا بقول لحضرتك فضل. يعني مين كان بيطارد مين؟ دي ما نقدرش نجزم بيها. كل الحاجات اللي فيها التباسات ممكن يؤخذ منها ويرد عليها. تمام. انما بقى القول الفصل في الموضوع اللي هي النيابه انتهت اليه بانه الخطا كان من المتوفى، ولم تشر الى ان هناك خطا من الغير يمكن ان ينجم عنه الحادث. تمام، حلو ده. تمام. ومن هنا انا بقرا لك من نص قرار النيابه. ومن هنا اصبح الاتهام ثابتا قبل المتوفى، وحيث انه توفي الى رحمه الله متاثرا بجراحه فإن الدعوة تنقضي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. فأنت هنا بتتكلم عن حادث. يعني عن حادث النيابة أخذت وقتها في التحقيق فيه وخلصت إلى أنه الخطأ على المتوفى، ولذلك لا وجه لإقامة دعوة جنائية. بالظبط. وبعدين المنطق بيقول يعني أنه
يعني الله يرحمه ويحاسب بقى اخ اخيه غير اخاه غير الشقيق، تمام، على انه جدد الكلام في هذه الامور. يعني انا اتصور انه طبعا انا ماليش دعوه بالحدوته بتاعه مسؤوليه صفوه الشريف من عدمه، لانه اتصور يعني انه اسرته هي المعنيه بانها تقيم دعاوى او تلاحق. لكن احنا بنتكلم انه دافع من الدوافع لإثارة هذا الموضوع الآن، خاصة انه كلام عن العزاء، الناس عملوا عزاء في 81، لكن مسألة الميراث، هل لا يزال ميراث عمر خورشيد معلق حتى الآن يا استاذ ماجد؟ ايوه الكلام بالمناسبة حوالين الميراث ده تجدد طبعا، اكيد برضو لو بذلنا شوية جهد هنكتشف انه يا ماجد، ما انت بتبذل المجهود، خلاص انت بذلت، قول بقى. لا لو بفترض يعني اتفضل. انه القضيه فضلت متداوله في المحاكم 14 سنه لحد 2005، وصدر حكم بانه الزوجه الرابعه تبقى هي 2005 الحالة. يبقى 25 سنه 2005 24 سنه 24 تمام بانه الزوجه تبقى هي الحارس القضائي على التركه. الزوجه دي اللي هي الفنانه مها بعوف، بالظبط كده. هي الزوجه الثالثه، هي كانت قبلها على طول اسمها جيرالدين روز. دي دينا اللبنانيه. دينا اللبنانيه اسمها في البطاقه جيرالدين روز. اوكي تمام. فالمشكله او الخناقه حوالين تركه قدرت صفاته بتقريبا 20 مليون جنيه. ثروه عمر خورشيد دلوقتي وفاته في 81 20 مليون جنيه. تمام بالظبط. بعد الحكم ده ما صدر، الحكم اللي بيخلي زوجته الرابعه هي الحارس القضائي على التركه، اخته غير الشقيقه شريهان، الفنانه شريهان متاع الله بالصحه والعافيه يعني، طعنت في هذا الحكم. وما نعرفش بقى المساله انتهت الى ايه حتى هذه اللحظه يعني. طبعا هو الله يرحمه ما كانش ليه ابناء. طبعا انت عارف انه عندئذ اخواته بيرثوا كل الاسره بترث، مش كل الاسره، اخواته. فهو طبعا لانه في ناس بتعتقد انه السيده اسمها ايه دي، اعتماد خرشيد، ام الاخ اللي طلع يهلوس الايام اللي فاتت دي، يهلوس وانا قصدي انا بقول ايه يعني، لا يعني يا استاذ ماجد، أيوه. خلينا هو قال اللي عنده، وهو يعني يقع عليه يا دكتور يا استاذ ماجد، عشان بس نتجاوز ده يا اخي يا صديقي. طيب يعني هو ايه ما قاله اتفضل. لا ما هو برضو ما انا مش يا ماجد بلاش عند حاجة. خليها ما قاله، يلا مش عندي يا دكتور. طب كمل. مش عندي، ما انا هقول لك بس وجهه نظري في المساله، انا بقول كده عشان مصلحته وعشان مصلحه السيده والدته يعني. اتفضل. الشخص لما يقول كلام يعني يجيب او يقلب في تاريخ والدته غير المشرف بالمره، ده يبقى شخص مش في وعيه. تمام يا دكتور. القضيه، اصل الموضوع بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده، وكل الكلام الكبير والكتير اللي اتقال حوالين ما وصفت بقضيه فساد انحراف المخابرات قضيه 68، القضيه كانت بمناسبه في منتهى البساطه يعني تتعلق بعده وقائع. لا خليني الاول استوفي الموضوع بتاع الميراث. يعني هو الوقت انت بتتكلم على 20 مليون جنيه، 20 مليون في 81، ظلت القضيه لحد متداوله 2005، بقت الفنانه مها بعوف الحارس القضائي على هذه التركه، وطعنت شريهان في الحكم. طيب وتجدد الكلام عن التركه مره اخرى لما ماتت بقى جيرالدين دي في اكتوبر اللي فات تقريبا. تجدد الكلام تاني على فكره، وبالمناسبه برضو كان عمر خورشيد وثروته وتركته كان ترند بعد الوفاه. وبعد ما في اكتوبر اللي فات عزتها وبتاع، في اكتوبر اللي فات ده. كويس. فاللي يخلي الاخ غير الشقيق لعمر الله يرحمه والسيده التي لا علاقه لها بعمر غير انها كانت نقدر مش هنقول بقى مرات ابوه، لا طليقه ابوه. وبرضه حط طليقه ابوه اللي هي اعتماد خورشيد، اللي هي كانت طليقه احمد خورشيد والد عمر خورشيد. بالظبط كده. فكل علاقتها بالموضوع، لانه برضه من الحاجات، انا على فكره كنت اتجاهل الموضوع خالص وما كنتش اقرب منه يعني، ما كنتش هكتب عنه لولا انه ابنها اتكلم في الكلام الكتير اللي قاله
اليومين اللي فاتوا حوالين رد الاعتبار، وعايز يرد اعتبار والدته. او رد اعتبار السيد اعتماد خرش. اعتبار ايه يعني انت؟ اعتبار ايه الناس دي بتقول ايه؟ فده بس يخلينا، لان هنا لان ده اصل الموضوع. ما كل الاشاعات، كل الحكايات، كل الحواديت بتطلع استنادا للقضية بتاعة 68، اللي هي بالمناسبة بقى عشان تبقى واخد بالك، لو جاز ان في حد يثأر من حد تاني او حد ينتقم من حد تاني عشان هذه القضية، فمش الضباط سواء اللي تم عقابهم او تم استبعادهم من الجهاز هم اللي هيثأروا، لا. ده شخصية زي اعتماد مثلا، اتصور انه هي اللي المفروض تبقى عايزة تنتقم. تبقى عايزة تنتقم لانه هي بالمناسبة ما تمش استدعائها، او هي ما راحتش كما زعمت بعدين متطوعة. دي تم استدعائها لانها كانت احدى من وجد لهن اشرطة فيديو في هذه القضية. شريط فيديو مسجل عليه، اكيد المشاهد عارف علاقة إيه علاقة, علاقة علاقة مع شخص ما. بالظبط كده، علاقة مع شخص ما. فتم استدعائها لانه القضية هنا بقى ما كانتش في انه الجهاز بيستخدم هذه الوسيلة من الوسائل ولا لا، وانما كانت في انه قام بالتسجيل لسيدات ما كانوش بيستخدموا او ما كانش لهم علاقه بالجهاز. كانوش بيشتغلوا يعني في في اللي هو في مساله القسم السيطره والحاجات. بالظبط، هم تم وضعهم تحت السيطره لاسباب شخصيه مش لاسباب لعلاقه. هو ده الموضوع بالمناسبه، الموضوع قضيه الانحراف دي انحراف شخصي ملوش علاقه بالجهاز نفسه. وليست بالظبط. فهي بالزبط. كانت المساله انه هذه السيده قام الله يرحمه صلاح نصر رئيس الجهاز الاسبق بتسجيل شريط ليها، تم استدراجها بالمناسبة يعني، وطبقا للتحقيقات بالمناسبة تم استدراجها ب 100 جنيه. طيب يعني أنت شايف إنه لأنه أنت عارف هذه قضية من القضايا اللي فيها تفاصيل كتير، إنه الانحراف هنا كان انحراف شخصي وليس له علاقة بعمل الجهاز المؤسسي. بالظبط، وهو المسألة بالمناسبة تتعلق بوقائع محددة، ثمان أو سبع وقائع، تمام؟ الأربعة الأساسيين أدينوا عنها، بينما في تسع ضباط صغيرين كان منهم صفوت الشريف تم استبعادهم من الجهاز. وأظن أنا بعت لك ورقة، يا ريت لو بعض أوراق من التحقيقات، يا ريت لو المشاهدين يشوفوها يعني. لا، دي تحقيقات القضية بتاعت 68. قضية 68 ما هي الست لما اتضحك عليها او حد لعب في دماغها وخلاها تصدر الكتاب اللي اصدرته سنه 88، طبعا بدون ذكر اسماء، يعني مصطفى امين بين قوسين يعني، كانت معتقده او كانوا هم معتقدين انه التحقيقات دي مش هتتنشر او محدش هيعرف يوصل لها. لانك هتلاقي بالمناسبه الكتاب بقى، والكتاب بالمناسبه كل الناس تقريبا ما فيش حد في مصر او في العالم العربي ما قراهوش. تمام. الكتاب ده بيتناقض كليا، بيتناقض مع كليا مع اقوالها في التحقيقات. بالظبط كده. طيب خليني انا طبعا واحده، انا بس هنا نقطه مهمه عايز اقولها بس في الموضوع بتاع التحقيقات ده. يعني ما فيش اي حاجه تخلي واحده تخشى شيئا وهي بتدلي باقوالها مدعومه او مسنوده وقتها من يعني اكبر رؤوس البلد ضد متهمين محبوسين. انا معاك. من بين الوقائع المهمه جدا واللي اتعمل عليها اساطير، مساله انهم اجبروا جوزها على انه يطلقها. واتعمل عليها بقى فيلم هندي وهي كانت حامل في ابنها، وهذا الوحش المفترس اكبر جوزها على انه مش خلى جوزها واللي يبقى شاهد على الكلام ده، لم يحدث. بالعكس، فتجد التحقيقات انها بتقول، هي نفسها بلسانها بتقول انها هي اللي طلبت الطلاق من جوزها، لانها ضبطته مع الشغاله البنت الخدامه على حسب قولها يعني في التحقيقات. طيب في التحقيقات الى اين ده؟ خليني يا استاذ ماجد امسك الخيط منك، يعني انا بشكرك على هذا الايضاح في الناحيتين. خليني امسك، بشكرك جدا الكاتب الصحفي المدقق.